خولة، السلام عليكم. على صباح الخير. صباح النور خولة. كده انا الحمد لله. ودا غتكون معنا غدا ان شاء الله. مرحبا بك خولة. ان شاء الله غنقدم لكم كريم كلاسي باللوز. ياه هذا ديسير، نديرو كوم ديسير ياك. واخا يلا تفضلي. اربع بيضات. اربع ديال البيضات. كاس صغير سكر سقيس. كاس صغير ديال سكر كلاسي. نص ملعقه صغيره من نكهه اللوز. نص ملعقه صغيره نكهه اللوز او روح اللوز ياك. ايه. وكيس من بودرة الشانتي. وكيس واحد ديال بودرة الشانتي. كاس كبير من الحليب باش يكون بارد باش نطلعوا كريم الشانتي. ايه. وكاس كبير ديال الحليب يكون بارد. ايه. 100 غرام من اللوز مسلوق ومقشر ومهرمش. مسلوق ومقشر ومهرمش، ما محمرش. محمر ومهروش. ايه. نشدو في اناء. ايه. نطربو اصفر البيض مع سكر كلاسي. نطربو اصفر البيض مع سكر كلاسي مزيان حتى يكون يحصل عندنا كريمة. ايه حتى كتولي عندنا كريمة. ونضيفو ليها روح اللوز. نعم. ونخلوه جانبا. ايه. نطلعوا بودرة الشانتي مع الكاس حليب بارد. نعم. ونخفقوا مزيان حتى تطلع. حتى كتطلع. ايه. ونزيدوها الصفار الخليط ديال صفار البيض. ونضيفوا عليه خليط اصفر مع البيض. مع السكر. ايه. ونشدوا في اناء اخر، شدوا بياض البيض، بياض ديال اربع بيضات هذوك بياض. إيه. ديال اللي بقى لينا. ايه. نطلعوهم مع قرصة الملح مزيان. نعم. ونزيدوه على الخليط اللي دانا. الخليط الأول. إيه. ونحركوه بملعقة خشبية. إيه باش ما ينزلش لينا. مع إضافة اللوز المهرمش شوية بشوية. إيه. ونشدو قالب مستطيل ديال الكيك. ونديرو فيه هذا الكلاس. نعم. كريم. وندخلو المجمد مدة ليلة كاملة. مجمد مدة ليلة كاملة. وفين نجو اللي نقدموه نذوقوا باللوز مهرمش. إيه. وسلمي لي على هدى اليداري. كنشكرك بزاف خولة، بزاف ديال الناس كتسناو الدسم. على الوصفات ديالها جاوني واعرين. بصحتك، شنو آخر وصفة جربتي؟ جربت الكراتان ديال هذاك الكراتان اللي دارت كراتان واعر. غراتان ديال الخضر. هذاك ديال الخضر.